بارك الله فيكم. من أسئلته الشيخ صالح يقول: هل يجب على الإنسان الإتيان بسجود التلاوة من الوضع قائما أو يكن من الجلوس؟ نرجو توضيح كيفية الدخول فيه والخروج منه، وماذا نقول في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة سنة ليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لقول عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وأداؤه من القائم من قيام أفضل وأكمل، وإذا سجد من جلوس فلا بأس بذلك. نعم.